في برنامج سيدتي، ضيفتي سيدة عرفها الموريتانيون عبر صوتها الناقل لأحداث الوطن من خلال الإذاعة. بعد ذلك ظهرت نقابية تدافع ببسالة عن حقوق الصحفيين وسياسية، مناضلة تدافع عن المشروع الذي تؤمن به، سيدة نشطة يؤكد مسارها قوة المرأة ونجاحها في تجاوز رواسب الماضي والمشاركة الفعالة مع الرجل في بناء الدولة. إنها الإعلامية المتميزة فاطمة بنت محمد فال، بتابعونا. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة الأولى من برنامج سيدتي، لنستضاف لكم فيها الإعلامية المتميزة فاطمة محمد فهد. مرحبا بك سهلا. يا مرحبا فاطمة. أنت مولودة بمدينة العيون شرق البلاد، حدثينا عن النشأة. مرحبا بكم سهلا، مرحبا بالموريتانية، ومرحبا بك أنت، مرحبا بزملاء الفريق، وشاكرتكم على الاهتمام بهذه الناس اللي نوعا ما مسعات ما تلات قبال على الواجهة. النشأة اللي في ضاحية مدينة العيون كيف قلتي، 50 كيلو منها، ولا حكم أنا المدينة، ونشأة في الوساط اللي نشأتوا فيه، وساط متعلم، فيه أحضان شيخ محضرة وشيخ صوفية، مقدم طريقة صوفية، والعائلة مولي متعلمة، فيها دكاترة، فيها أساتذة، وأستطيع كيف هي وساطه الموريتاني كاملة. إذا أيهما أقرب إليك، الوالد أم الوالدة؟ كلهم فيه جوانب تخص يختص هو بها، يتميز هو فيها، خاصة به بالنسبة لي. بالنسبة للوالدة وإن كانت ما هي متعلمة، كانت واعية مجال التربية الاجتماعية ومجال الحرص على دراسة البنت، البنات اللي ما كانت نوعا ما محببة في ذاك الزمن، ونستلهم منها ياسر من معاني العظمة عند النساء اللي عندهم. الحق كانت هي عندها شخصية استثنائية، والوالد مدينة له بالتربية الدينية وتحفيظ القرآن العظيم، لكن يقبلها ولا يطلسها لأن يعود عاد عندها قدر منه، وحرص على ذاك الجانب. وفهم شخص آخر لا والد زاد، هو والبروفيسور شقيقي البروفيسور دكتور يدوم محمد فال، اللي زاد هو مدينة له بذاك اللي ندين الوالدية به، هو والد. إذا متى دخلت المدرسة وأين؟ دخلت المدرسة سنة دراسية 79-80 في مدرسة قرية قطع البيبة التابعة فيما بعد بلدية تكشيرت. هل تذكرين موقف حدث معك في أول يوم من المدرسة؟ كان بالحق المدرسة كانت في مذكرة أنها كانت في مبار، وكان دخولها أول يوم مازلت مذكرته، أجل لأنه يوم عظيم في حياتنا ورواية جديدة وبداية كانت حياة جديدة تعليمية وغيرها. هل كان قرار دخولك المدرسة صعب، خاصة أن في تلك الحقبة كانت مدرسة البنات غير مألوف؟ كان قرار من الأسرة، من الوالدين، وكانت الوالد متحمس لأن البنات اللي عدوا كيف ذاك اللي كيف الأولاد تقرينا بنفس الاندفاع، بنفس التشجيع، بنفس
الرقاب والمتابعة يرجع لها الفضل كبير انها حرصت على ان ان ان, إن نقرا ان ان نقرا. وهذا ما كان ياسر حتى به اللي في ذيك الاونة ما كان قبال قاع النساء. انا قبلت البكالوريا السنه الدراسيه 89 ما ذكرني من المحيط من المجتمع ما سبقني لها ما هو ثنتين من 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 اخواتنا. كنت من اوائل البنات من أوائل اللي ذكروا المدرسه. انا مذكره سبقني قبل بكالوريا المنطقه في المحيط ما هو الوزيره من تياتا والاستاذه باركفال. إذا من تذكرين من زملاء الدراسة الذين أصبحون فيما بعد شخصيات عامة؟ كثيرين في مجموعة كبيرة من 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 الزملاء اللي حالا تبارك الله متقلدين مناصب في الدولة الموريتانية في وزارات وفي سفارات وفي أساتذة الجامعيين وفي ومحامون و ما شاء الله شتى مجالات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بما تختلف المدرسة في تلك الحقبة عن المدرسة اليوم؟ تختلف بكثير المدرسة في تلك الحقبة. الوسائل ما هي ياسر يقير احنا نقراو اكثر ونطالعوا اكثر. ما كان حد ذيك الفترة الا مباشرة نرباو على ان الانسان لابد من يتم يرتبط بكتاب يقرا وبجريدة وصحيفة. أنت وصلت جاية من شرط تشرى تنقرأ ومرتبطين ب ب ب ب ب عندنا عادة المطالعة متوفى. بعد الابتدائية درستي الإعدادية والثانوية أين درستي؟ الإعدادية والثانوية في حتى قاع السنسات وعدل تصفيات. أنا عدل سنة خامسة وعدل تصفيات إشي هوية للمتميزين وكنت من 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 أربعة من بين أربعة. أنا رقم واحد منهم اللي حالتنا للدار الجهوية لعيون المدينة وبدأت مسيرتنا مع 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 العيون من سنة ساتة. قضيت الكونكور في 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 مدرسة المركز في العيون معروفة بمدرسة التطبيق فيما بعد نقالها مدرسة التطبيق. والله كانت نقالها مركز وعقب ذاك ثانوية العيون عدلت فيها البريفي وعدلت فيها بكالوريا. إذا المؤسسات التعليمية في تلك الفترة كانت معروفة أنها وكر الحركات الإيديولوجية. هل كنت تنتمين لإحدى تلك الحركات وما هي؟ شفتي أنا ما قط دخلت العمل الأيديولوجي العمل السياسي البحث كممارسة ما هو فترة قصيفة هون مع 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 حزب البعث. قبل وكنت نترباو في المنطقة اللي أنا فيها والمحيط اللي أنا فيه نترباو على التعاطف مع الحركة الناصرية وينشك لنا فيها كاملي يقير بعد احنا نترباو على حب جمال عبد الناصر. من اقنعك بحب هذه الحركه؟ المحيط المحيط اللي احنا فيه اكثر هو كان. ولكني انا قط عدلت سنه هون في نواكشوط بدايه التسعينات سابقه الديمقراطيه شوي كان ماشيين عندي استقطبني حزب خلايا حزب البعث غير ما طولت معاه وبالتالي لا تقدري تقولي لاني ماني مؤدلش. متى قدمتي للعاصمه وما هو انطباعك اول مره دخلتي العاصمه؟ جيتها بعد التعليم اللي نجحت سنه 90 وجيتها شوي سابق ذاك وتوف ما هو مش إلا زيارة وتوف وجيت لهنا ندخل الجامعة كلية العلوم القانونية تابع جامعة المركشور السنة الدراسية 90-91 ولا زاد من اللي جيتها ودخلت الإذاعة 91 دخلتها متعاون. نعم. إذن بعد مرحلة ثانوية دخلت الجامعة والتحقت بالقانون. لماذا اخترتي هذا التخصص؟
انا شفتي انا قاع من مازلت صغيره ارتبطت اكثر بالرجل من بقيان العز الصحفي. هذا هو كانت امنيتي الوحيده. ووالدي كان من مستمعين لاذاعه موريتانيا واذاعه البي بي سي القسم العربي في اذاعه بريطانيا، وكان لابد من اذاعه رجل حياه حتى انه يرقد عليه ولين يطفيها حد حياه يوعى. ارتبط بها وارتبطت انا بها، وعدت من مستمعين البي بي سي ايضا ومستمعين الاذاعه، وكنت نراسلهم القريه من قريتنا، وقطريت جوائز من خلال برامجهم، وتم عندي ذاك الميل لذاك لين طرحت التخصصات اللي هن هي انا قابضة بكالوريا اداب عصري. اخترت مولي نقرا القانون زين، عندي ميل للقانون، عندي ميل للمحاماة، وعندي ميل للمجال العلاقات الدولية من خلال ارتباطي بالإذاعة. ودخلت السنة الأولى من القانون العام، ودخلت الإذاعة كمتعاون. هل واصلتي العمل السياسي في المرحلة الجامعية؟ قلت لك على أني العلاقة اللي بنيت مع البعثيين كانت أنا نعدل السنة الأولى من الجامعة، ولا طولت كيف قلت لك. لا شفت انا روايات ما هم قانعين يتوف في الحركات الايديولوجيه كامله، لا كلها لين ترين نخرص. وهذا هو اللي عندك به علاقه بالعاطفه، والله اللي عندك به علاقه لين مولي تشوفي انك يا الله تحجمي. اذا كيف تصفين لنا مرحله الجامعه، ومن هم الاساتذه الذين تاثرت بهم في تلك المرحله؟ أنا درسني في الجامعة الأستاذ خباز السنة الأولى، ودرسني المرحوم محفوظ المرابط التشريع الإسلامي، ودرسني المرحوم مولي أحمد دوبنبه، هو اللي كان مشرف على رسالتي، وبالمناسبة موضوعها حرية الصحافة في القانون الموريتاني، وهذا من الأساتذة اللي كان لي بهم، والدكتور سالم وغيرهم. إذا التحقتي فيما بعد بالإذاعة، لماذا اخترتي مهنة الصحافة؟ مهنة الصحافة قلت لك إنها ربات معي، الإذاعة ما خلقت معي ربات معي. وظهر لي ذاك وهو اللي عدلني، اللي أتميتنا إلي أنا دخلت الإذاعة عن طريق الوزير أنا ذاك المرحوم سيادة الأستاذ إسماعيل ولياي. وحالني للإذاعة فترة العميد محمد يحيى والحي سنة 91 كمتعاونة، وعمل مولي العميد محمد يحيى والحي لأني قلت رسمية عقب ذاك، رسمية سنة 93، وبعدين عدلت تكوين المعلمي، بما أن الإذاعة ذيك الساعة من المؤسسات ذات الطابع اللي شبه حر. إذا مشاهدينا ننتقل بكم للفقرة الثانية من هذا البرنامج، تابعونا. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة الثانية من برنامج سيدتي، نستضاف فيها الإعلامية المتميزة فاطمة محمد فهد. إذا فاطمة مرحبا بك مرة أخرى. فاطمة، أنت عملتي في الإذاعة، لماذا لم تخوضين تجربة التلفزيون؟ أنا سجلت في الإذاعة وارتبطت بإذاعة وجدانية كي قلت في قبيل، ونحس مجبر ذاتي لنعود صحفية إذاعية. من هم الصحفيين الذين تعتبرينهم قدوة بالنسبة لك؟ ياسين مولي، هو تبارك الله، أنا جيت للإذاعة 91 لحقت فيها أعمدة كبيرة من في المجال، أساتذتي اللي هم معهد الإعلامي الأول اللي قريت فيه. كيف مجال الأخبار أحمد السيد
الحمد لله مبار والزملاء الأساتذة ظهرنا طابعان مع حفظ الألقاب المختار الدياهي ألفان قيدة وأحمد رسيدنا يرحمه. إذن كلهم قدوة. أي قدوات في مجال البرامج. كانت لي تجربة رائعة مع مولي الأستاذ كبر هاشم والأستاذ المولى أحمد حمود أيضا وكذلك الزميل العميد سيد إبراهيم حامدي دكتور مازال مدير برامج وكذلك الأستاذ حباب في الأخبار و مجموعة كبيرة ما كنت أبقى نحسب قاعدة كذلك حتى زميلتي وعميتي وقدوتي نهم سيدي نعمة الأم في المهنة والقدوة وزميلتي وقدوتي ساركة متسنيد مجال البرامج ومجموعة كبيرة مثل كذلك يدالي حسن القسم الفرنسي اللي هو زميلنا وعميدنا وأخونا ومجموعة كبيرة. إذا فاطمة دخلتي العمل النقابي وانتميتي الأكثر من جهة نقابية نقابة الصحفيين اتحاد الإعلامية قصدي شبكة الصحفيات، هل النضال السياسي الذي طبع مسيرتك كان سبب دخولك في العمل النقابي؟ شفت يعني نحسب على أني أنا عملت بمتناقضين وهما على أن شفتي الكفاح في العمل النقابي مع أنه هو كان قناعتي هو إيماني وحتى ضرك هو يكاد يكون نقيض الانضباط والتحفظ المهني مع أنك لي تخلطي كل وفرسن وهذا صعيب جدا ولي منتي ملعي في العمل النقابي وملعي في العمل الإعلامي الاتصال اللي تواحل فيه قدر من المسؤولية تجاه تناول القضايا يمديه أيضا الانضباط للوظيفة وهذا في الحقيقة كان مثقل زاد هو اللي يقدر من تقييد الحريات لأن أحد أنت اللي تعملي على حرية الصحفيين وحرية الصحافة وأنت عندك عشتي فترات فيها مقص رقيب كبير مانع وقوي يمليه عليك انضباطك المهني الوظيفي وظيفي معناها أنك هون اللي تعيشي قدر من 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 الضغوط وقدر من قد يأثر سلبا على مسيرتك نجبره أنو كلي ما 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 اعتمدوا العمل النقابي الحقوقي واللي يهتموا به لأنهم جبروا العافية أكثر في المهنة والناس اللي قبضت على عواتقها هموم أهل المهنة وحقوقهم والعمل داخل التشكيلات النقابية اللي عادة عندها قدر من الحدة وعندها قدر من 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 الوقوف اللي في صف ما هو صف السرب الوظيفي ذيك وعلى أهلها يعود سلك مسار مهني ما فيه مطبات. إذا هذا حسب تقييمك للعمل النقابي في البلاد خاصة في مجال الصحافة. وأنا اخترت العمل النقابي. أنا قبلت أنا العمل النقابي من إلين جيت هي اللي دخلت نقابة الإذاعيين نقابة العمال الإذاعة كنت مسؤول في التوجيه فيها من 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 نهاية التسعينات مسؤول في التوجيه فيها يستهويني العمل النقابي. وبعدين نقابة الصحفيين كنت أول مكتب في النقابة أنا مسؤولة العلاقات الخارجية فيه وفهم قدر من التشكيلات الصحفية اللي رانك شفتي اللي أنا عضو مؤسس والله نائب رئيس والله مكلف بالثقافة والله هذا الحقيقة أرتاح له مرتاح إني في خلال مسيرتي المهنية إني وقفت إلى صفوف المطحونين وصفوف الضعفاء وصفوف العمال والعاملات وصفوف أصحاب المهنة
يقدر نعرف عني مولي ذاك بوت لي ياسر بوت لي ياسر جبروه وحدين من زملائي وزميلاتي سلكوا من ذاك قبل طريق الوظيفة اللي توف اللي مولاها صامت خايف على راسه. نعم، إذا تدرجتي في الإذاعة حتى وصلتي إلى مستشارة المدير العام، هل ترين أنه تم إنصافك؟ أنا في الإذاعة لا كيف نصبر على إني عدت فيها مشوار طبيعي توف مشوار لكن اللي قلت كيف يقولون صار سكب ترقيت فيه الترقية الطبيعية الطبيعي من رئيس قسم إلى رئيس مصلحة وتنقل بين مصالح وإلى مدير إذاعة جهوية إلى مستشار المدير العام هذا اللي هو الترقيات الطبيعية اللي هي الترقيات الطبيعية. نعم. إذا تمارسين واللي يخلق بعد من 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 مشي يعود لنا هي اللي مسؤوليته اللي عليانا وأنا هي المسبب فيه به اللي الصحفي إذا يعود نقابي يحرج مسؤولين وهي الأمانة هاي الأمانة تخلوا للأمانة ما أنا ماني معيك الناس اللي تقول أنا ظلمت وأنا وعدل لي وأنا وسال حتى أنا عدلت أنت تراجعي نفسك لا تخافي مسار هي أنت ظلمتي إدارتك مولي نوعا ما إداراتك اللي منهم يبقيك ويقدر عملك ويقدر كفاءتك والأمانة قليلة إدارة قد جات الإذاعة ما تعرف تقدر المهنيين وتقدر الناس اللي تشتغل تقدر الناس اللي يقير عيننا حرجوها احنا النقابيين نحرجوهم مولي نحرجوهم مولي هذا محرج. اذا تمارسين السياسه بشكل يومي وتنتمين للحزب الحاكم، لماذا اخترتي الحزب الحاكم؟ وعلى الاصح ما السر باختيارك للحزب الحاكم؟ شفتي الحزب الحاكم انا من الاتحاد من اجل الجمهوريه ماني من الناس الاول انتميت له في انتسابه للاخر فات عليا العشريه من مناصرين النظام يقال ماني من الحزب وفي انتساب الاخير انضميت له وما زلت فيه وخضت الرئاسيات مع الموالات الداعمه للرئيس محمد الشيخ الغزواني وعدلت ائتلاف كتله كبيره سياسيه فيها ياسر من الناس اللي ما هم قاع من ما هم حزبيين وفيها الناس اللي جايه من احزاب اخرى وفيها الناس اللي هي متشكل يعني كشكول يعني ويقيس كشكول داعم كامل وهذا قطعا لانه يقدر يعود يفوز زاد هو ياسر به اللي الناس اللي تمت في الحزب منضبطة فيه وتوف ولكن ما 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 كلفت أنفسها بأنها تجر شعبيات أخرى ولا زاد مولي هي لا تقدر تنظر أن إحنا هذا المبادرة سوى ذاك اللي من الحزب كيف يعني وسوى ذاك اللي منه جاي من 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 تيارات ومن أحزاب ومن مراكب سياسية أخرى يقول عندهم وقف هم يقال بعد مهم على ان المهم على ان رجاج اللي يعود في مسار ومقتنع به ويعود فيه مهم عند انه يفيد ذاك المسار وعلى انه يؤثر فيه وعلى انه يشر له على انه يعود وجوده فيه يزيد ذاك المسار ما ينقص. نعم. وهذا الحمد لله هو اللي خلقه ممكن به الحمد لله. اذا ما تقييمك للساحه السياسيه اليوم ودور المراه بشكل عام؟ الساحه السياسيه اليوم نقول انها هدوءها ايجابي وجيد واجماعها ايجابي وحد خر يعرف السنوات الماضيه الفرقاء السياسيين والاطياف السياسيه ذاك اللي بينها من التجاذبات ذاك اللي بينها فوت ياسر زاد اللي هو قاع من مصالح موريتاني ومن اجماعها على تعدل شيء صالح وفوت فيه الزمن العهدات والمأموريات تفوت في تناتير بين اقطاب السياسه الى يفوت تفوت المأمورية ما قد المواطن يجبر فيها ذاك اللي لاحق اخلاقه بس وقت اللي عدل مع الانظمه من الساعه اللي خلقت منتشات موريتانيا ما قط نظام جماعة عدل ياسر وقع عليه ياسر يقير ياسر منه قاعد يفوتوا عليه الجو الصخب والشحناء
والسلبيه من السياسيين فيما بينهم، الاقطاب السياسيه فيما بينهم. هذا الاجماع بركو، هذا الهدوء وهذا الايجابيه، هذا قطعا على انه ايجابي تماما ومفيد في البناء ومفيد في الاصلاح، وقطعا على انه مولي تبارك الله ما قدرت النظام الحالي على انه خلق هذا الجو بشكله هذا من الانسجام ومن التفاهم ومن وفاق المراكز السياسيه كامله، لان هدف فهم هدف واحد هو بناء موريتاني، وهو هو الوطن الموريتاني، وعلى ما دون ذاك على انه اختلاف وليس خلاف. نعم. هذا نقول على ان النظام ينجح في تسيير الاختلاف. نعم. بين السياسيين. وبالتالي اعطاهم فرصه انهم بدوا يشتغلوا. نعم. اذا ما هو الموقف الطريف الذي حصل لك وانت تزاولين عملك وتتذكرينه دائما؟ الحمد لله، هي مهنه المتاعب. الحمد لله عندي عنها 30 سنه الحمد لله من العمل، خدمه الحمد لله الميدانيه اللي ما باب الشكل اللي قد يجبر صحفي ولا اتصالي ما قط جينا عليه تبارك الله. يعني ياسر من 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 المواقف محرجه ومحدة مضحكه كثير. ماك متذكره منها موقف قطعي؟ ماني متذكره ياسر منها، ياسر منها. إذا أنت كإعلامية حاورتي الكثير من الشخصيات السياسية والمثقفين، من تأثرتي به أكثر؟ أنا لا أخفيك أني تأثرت أكثر بفكر الشيخ حمدان بالتاه. هذا العمق اللي عنده، هذه الوسطية، وهذا فقه المقاصد، وهذا الإسلام الرفق، إسلام السعة، إسلام المخرج الإيجابي السليم، الإسلام اللي الحاضن، الإسلام الحنون. هذا الفكر اللي عنده. أنا ما سعي لنا، ما جبر، ما عدلنا إحنا الموريتاني، ما أعطيناه حقه، ما وفينا حقه. جامعة متنقلة، هو جامعة، هو من نفسه يعطيه إن شاء الله أطول العمر. طول العمر كان يلا في الحقيقة فكره يلا يدرس يدرس للمشاهد. بعض من الناس، من الشخصيات اللي فهم شخصيات أخرى تأثرت بها، يا غير زين. عندي طرح الشيخ عبد الله بن بويه والله. نعم. زين عندي وحاورت الشيخ محمد سالم العدود وأكرم وأنعم. هذه الناس اللي تأثرتي بهم، الشخصيات اللي حاورتي. إذا كيف توفقين بين العمل في الشأن العام وواجبات المنزلي؟ صعب يا غير يبقى الواجب الأول تعود المرأة تؤمن بأنها واجبها رقم واحد هو تربية الأبناء، واجباتها المنزلية تقدم واللي تخلق معهم الأركان، واللي تعود من محبين المهنة ومحبين عملها لا تعطيهم شدتها كاملة. أنا نعرف لك لأني الإذاعة كان جينا فيها زمن لا حكم نعودوا ساكنين فيها، لا إلى مشيتي. وذيك الوسائل اللي تشتغلوا بها شنو؟ وسائل بسيطة تماما ولا هي رقمية وصعيبة. نعرف كنا نقرا هاي كانت مع كان قريبنا بين مع كان 7 كيلوات كانت كنا نرفدوها، كان يجيك من الوقت اللي تركني في بيسرا هي اللي مكبك ورجلت لا القص العادي ومعها قطاع وعشنا ياسر من التعب، حتى انك الانتاج عمليه الانتاج كيف مثلا الاعياد وفي المناسبات وكذا تقتضى منك انك تعدي عندك مسؤوليه معينه تقتضى منك تسكني فمي لين يوفى ذاك. يا غير هذا فرعي كم اللي ما يخسر عليك شهر المنزل، الواجبات المنزليه، الاهتمام بالاطفال وتعطيهم رعايه. هذه امان، ما هي بسيطه، وهذا عيال وهذا اسره وهذا مستقبل حياتكم. ودي هذا كامل اللي هي وفوت تبقى الا متواجهه مع ذاك اللي قدمتي في الاسره. اذا ما هي علاقتك بالموسيقى ومن هو فنانك او فنانتك المفضله؟ انا من اهل الهودي هاشي اللي يبقوه. نبقي انا هو اللي ندعو كل كامل فنان
ما ولا عندي مولي، عندي مولي اللي هو عليه كاشير حد معين، كل حد يغني يقول شي زين، إذا ما يقدر يكون كل حد يخبط يخبط شي زين. ما هو الموقف الذي اتخذتي واكتشفتي فيما بعد انه خطا؟ عندي مثلا، عندي موقف كيف قلت لك قبل، لاني لحقت لذاعه انها عندها نظام الاتفاقيات الجماعيه، وانا بطبعي نقابي لا نطيع احد، قد مشقره راسي قدم تنطيب الوظيفي اللي مداها فرعي يحتاط لنفسه. عدلت التعليم، عدلت التعليم من دور ما هو ياكنا من الحب للتعليم عني، بعد احترمه واحترم اساتذتي واحترم مهنتي كمدرسه، وزين عندي ذوك السنوات اللي هو تندرس لكن ما زين منهم شيء عندي، غير عدلت التعليم اللي اياك نجبر في شبكه اعتماد علي ونعود نرجع متعاون معارضه لذاع رسميه بشكل يقول لهم الاعار، وبطلب من لذاع فعلا مشاهد لذاع رساله وردوني لهم ورجعت عندي ذاك الاعتماد المالي. يا قيل اللي خرست هو اخرني سنوات، قتان واخرني سنوات ولا ما بالنسبه نحسبه انه خطا. مشاهدينا ننتقل بكم للفقره الثالثه والاخيره من هذا البرنامج، تابعونا. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة الثالثة والأخيرة من برنامج سيدتي، لاستضاف فيها الإعلامية فاطمة محمد فؤاد. أهلا بك وسهلا فاطمة في هذه الفقرة. فاطمة، أول سؤال هون من محمد ديدي طالب حمادو، قال لي تحية لك ولضيفتك، هل المرأة الصحفية أكثر عطاء من الرجل وما هي المعوقات؟ لا، ما نقدر نقول، ما نقدر. العطاء هي مسألة شخصية تدفى ونسبية، تفاوت بين شخص لشخص. انا ما يعلن المتاح للرجال منهم يعودوا اكثر عطاء اكثر، اللي المراه عندها اعباء مضاعفه، عندها اعباء البيت والتربيه واعداد النشء مع واجباتها الاجتماعيه، عاده ما اللي تعود في المحيط الاجتماعي اكثر هي من الرجل، يظهر لنا اكثر تفرغ الرجل وتجبرهم العطاء لا متاح لهم كاملين، وتحسب ذاك اللي منهم اكثر جداره واكثر كفاءه واكثر حضور واكثر قدره على العمل. اذا محمد والديدي قال لك انت كصحفيه في الاذاعه، هي كانك قد جبرتي مضايقات من زملائك؟ والله يعني كان هم دائما يختاروا البرامج السياسيه يقدموهم هم، دائما دايرين العليات على البرامج الاجتماعيه و... شفتي احنا في الاذاعه، لكن زميلاتنا في الحقل كامله المراه الصحفيه بشكل عام عندها قدر من المعيقات والعوائق، وعندها نضال وكفاح ومسيره، مسيره كفاح في هذا المجال. انا ماني من الناس اللي عندها حتى من العليات اللي عندها نقمه حتى على زملائهم الرجال، نعرف عنها هي مساله الشراكه وعيش مهني مشترك، واللي تتعرض له النساء في هذا المجال لا نتيجه لذاك الموروث اصلا من انهم ما هم ما ياسر من، ولا قد يعود اخوتنا الرجال عاطفين علينا وعاذرين، وهذا العذره احنا اشتغلنا دائما على ان نختيروها تختفى، يختاروا ذاك اللي قدهم يعدلون عدلوه، احنا بالمن يلحقون يلحقوه، ذاك اللي يعدلوا من يهيئوا من الشيء، ذاك اللي هي يبذلوا، ذاك اللي هي يعطوا، نختاروا احنا زاد هم اللي نعود احنا وهما الى عدنا، لما جيناهم من قدام بعد لا يعود هذا يخلق ذاك الروايات، زاد هي هم اللي شخصيه تخلق في بليدات وتنتفي في بليدات، ولا فهم طابع ولا فهم ما, ما 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 هي موجوده في في, في يعني مؤسسة معينة، لكن هي أسرة، شتي هي الإذاعة والتلفزيون المؤسسة اللي نشتغلوا فيها، لا كيف عائلتنا فيها، كيف أخواتك، ولا
ذاك اللي يخلق كامل بين الاخوت والاخوات يخلق فيهم اللي متعدل وفيهم اللي يجيدون ذاك وفيهم اللي حنون وفيهم اللي يخترقع اللي تعتمدي على نفسك وتوقفي مع راسك. إذن مراد ولد محمد قال لك من درا انت ذكرتي في بدايه البرنامج على انك من قريه تابعه لمقاطعه العيون، من درا شعور كانت مرتبطه ما زلتي بذيك القريه؟ والله هذه قريتنا قطع البيضه واللي حاليا ينقال لها معروفه بأقافة 50 كيلو من العيون المدينه. وراني بقالي نقول على اني اللي سولتيني يعني لعات باقيه في روايه تبغين عدلها ما عدلتها، باقي في اني ما بتجبرت الوقت ياك نكتب عن المشايخ وشيوخ المحاضر من المحيط بهاي القريه والقريه الاخرى اقليقها العبدو، قريه اقليقها العبدو وهون للتصحيح انا خلقت في اقليقها العبد الوهاب قريتنا الام وتربيت في تربيت في قطع البيضه أقافة. وفما حاضر كبير إضافة لمحضرة الوالد من 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 القرابات محيط كان نفسه توب ماني قادر نعدد أشخاص منهم 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 خالو الحسن محمد الحسن محضرته كبيرة ومنهم أستاذ أحمد واللمين و الحاج محمد ومنهم إبراهيم الصالح ومنهم محمد الصالح ومنهم صالح محمد الرشيد ومنهم يعني اللي احنا جد عبد الوهاب ومنهم يعني جماعه كبيره من المشايخ اللي عندهم محاضر. وبالنسبه لنا بالنسبه لمحضره الوالد سالتيني انا كان فهمت منه على انك الناس اللي تخرجت منها والله اللي منها عدد كبير من الاطر في المنطقه منهم الكولونيل المرابط والسيدي بونا ومنهم الاطار بالشركه الوطنيه للمناجم عثمان والخيار ومنهم الصحف ابن الفهد الموريتانيه للانباء عبد الوهاب والعلي محمود ومنهم كذلك ابراهيم الخيار كذلك جماعه كبيره. نعم، إذا مريم سيدي قالت لك شنو هي الوجبة اللي تجيدين صنعها؟ الوجبات المحلية الوجبات المحلية الحقيقة أن ما أنا باخذين شيء نعود عندنا طيبات نعود مضبطة غير ذاك إلا بعد إلا جاي إلا إلا ما طيبة طاجين احسن شيء تعدري يا طاجين طيبه طاجين ما تكتبتي للدار بطاجين طيب مكرونه دار خفيف كامل داشي اذا فيه احد اصدقاء الصفحه قال له الامين محمد سيدي قال لك شنو هي الطرفه قد خرجت لك اما ممارستك للعمل الميداني والله في البيت والله ومازالت عالقه بذاكرتك ودائما تذكرها وتعرفها. لا ياسر ما شاء الله ذاك نعرف عني قط عندي والد قط عيطت علي انا مع صديقات عندي زميلات قاضات من المدرسه وقالت لي نرجع اني ما نمشي معاه وقالت لي انا والله اللي اعتيت عندي مريم داده اذا نترجع والى درك ما زال يقول لي مريم داده ونعرف عني من هون نهار ماضي جابرت انا وزميلنا وعميدنا وقدوتنا يدالي حسن هو لطيف وهو دائما صاحب الجميع وصديق الجميع وتوه معانا جماعه اخرى في الكلوار وتوه من الصحفيين منهم الزميل احمد يعقوب قال لهم انتم عرفتوها قالوا لهم انا الله ما عرفنا شنو هي والله قال لهم هذه يوم اني والدتها فاطمه وانت محمد فال كانت معنا هذيك الساعه ديتي يلي انا ولا يقول لي على ان احنا ما تلزمنا قط في حلقه مباشره يتلفنوا علينا مستمعين يسولوا حاجه اللي على واحد منهم واحد قال على انه خاطي عليه الاذاعه كامله ايش قال لهم؟ اللي قال لهم شنو؟ هو متصل برنامج مباشر مباشر ايه وش قال لهم؟ قال لي لك الاذاعه قلت له تفضل والله
قال لي حريق لهم وحريق النوع. على فكره النوع من المواقف دائما اللي تعرضوا له نحن الاعلاميين خاصه في البرامج المباشره. عرفت انه ضحكت وعرفت انه لا. اذا مشاهدينا الكرام بهذا ناتي على ختام هذه الحلقه من برنامج سيدتي، وباسمكم جميعا اشكر ضيفه هذه الحلقه الاعلاميه فاطمه بنت محمد فال. الشكر ايضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، والى ان يضمنا واياكم لقاء اخر لكم تحياتي والى اللقاء.